مسألة قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر يعني علم الله السابق، والقدر عند العلماء أربعة مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة خلق أفعال العباد. هذه أربعة مراتب للقدر. فأنت تؤمن بأن الله عز وجل علم هذه الأمور قبل أن تكون. جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة، هل المراد بخمسين ألف سنة كل سنة كألف سنة مما تعدون، أو المراد بخمسين ألف سنة كل سنة كسنة من سنواتكم؟ الله أعلم، لكن لن يقل عن كل سنة من سنواتنا، ويحتمل أنه قبلها بخمسين ألف سنة كل سنة بألف سنة مما تعدون، يحتمل. كتب القلم ما هو كائن قبل أن يكون بخمسين ألف سنة، وذلك في اللوح المحفوظ، وهي المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي الكتاب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، أي أن الله أراد وشاء بإرادة كونية أن تكون هذه الأمور، تكون الأرض والسماوات وما يكون فيها والأمور والخلق كما يريده سبحانه وتعالى، فما تسقط من ورقة ولا تثبت ولا غير ذلك ولا حبة من خردل في السماوات أو في الأرض إلا وهي مكتوبة في ذلك الكتاب، يعلمها الله سبحانه وتعالى وهي مكتوبة في الكتاب، وحصلت بمشيئة الله وبإرادته. هذه مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة خلق أفعال العباد، يعني إعطاء العبد القدرة على أن يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طبعا المشيئة الكونية هي هذه المذكورة هنا. المشيئة الشرعية هي ما أرسل الله به الرسل من الأمر والنهي، يأمر الناس بما يريد وينهوهم عما يريد، فهو يشاءه مشيئة شرعية. فالكفر والإيمان أراده الله كونا، وكان الإيمان مرادا شرعا غير مراد الكفر، والكفر غير مراد شرعا. فتفهم هذا أن الكفر والإيمان أرادهم الله كونا فكان، ولكن في الإرادة الشرعية أراد شرعا الإيمان ولم يرد الكفر، بل نهى عن الكفر. فقد يقع في إرادة الله الكونية ما لا يريده في إرادته الشرعية. واضح؟ طيب، مسألة: قال بالقدر خيره وشره. أقول الرسول قال والشر ليس إليك. أقول، ولذلك العلماء نبهوا، قالوا قوله بالقدر خيره وشره، قوله وشره أي بالنسبة لظن العبد أو لما يصيب العبد بحسب حاله. فالعبد ينظر إلى أنه المرض شر، ينظر العبد إلى أنه الحادث هذا اللي حصل شر، العبد ينظر أنه هذه الزوجة سيئة الخلق شر، العبد ينظر أنه هذا الولد سيئة الخلق شر. أقول لك هذا بالنسبة لك، لكن ترى قدر الله كله خير، أنت ما تدري ماذا يترتب على هذا من الخير، ماذا يريد الله عز وجل لك من الخير في هذا الأمر. والإنسان قد يدعو بالخير، قد يدعو بالشر دعاءه بالخير، يظن خير، هو يعرف الخير. والرسول نفسه يقول ولو كنت أعلم غيب لاستكثرت ما حد يعلم. فأنت كل أمر الله خير، لكن هو بالنسبة لك أنت تظنه شر، فهو شر بالنسبة لحساباتك أنت واعتقادك أنت ووضعك أنت، لكن في حقيقة الأمر والحال حتى ما كان ظاهره شر ترى فيه خير، حتى ما كان ظاهره شر ترى فيه خير. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ علمنا أن نحمد الله ونشكره على ما يصيبنا. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. انتبهوا للحديث، قال: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لأمن. الشاهد في قوله إن أمره كله له خير، ثم فسر وجه كونه خير من هذه الناحية. يا رجل، كم إنسان حدثك وأخبرك أنه تأخر عن الطائرة ففاتته الرحلة فسلم من كذا وكذا؟ كم إنسان أخبرك أنه حصل له الحادث واضطر أن يلازم البيت فترة
فسلم من كذا وكذا وصرف الله عنه من الشرور ما الله به. ترى مو كل الخير الذي الله يتلطف الله بلطفه يوصله إليك أنت تعلمه. من أسماء الله اللطيف، ومعنى اللطيف أنه يوصل إليك الخير بالطرق إن أنت لا تعلمه، ويصرف عنك الشر بطرق إن أنت لا تعلمه. يكفي أنك أنت ما تعرف إيش الخير والشر، فقد تدعو بأمر تظنه خير وأنت بالحقيقة تدعو بشر. ولذلك الله قد يدخر دعوتك إلى الآخرة ويعطيك مكانها، وقد يجعل دعوتك تصرف عنك شيء من الشر، وقد يعجل لك دعوتك. فإن دعوتك ما دعوت الله مخلصا مستجيبا لله خاضعا ذالا لله فإن غير غافل، فإن الله يستجيب دعائك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستجيب الله لقلب غافل لا. وقال: إذا دعا أحدكم فإنه يستجاب له، إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع الله عنه بها من القضاء ما شاء. صح ولا لا؟ فأنت دعاء كل خير لك بإذن الله، أدعو أسأل الله الخير الطيب. فلما تحرم الأمر تدعوه، فاعلم أنك لم تحرمه، لم تحرم خيره، فإن الله جعله لك في أحد هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت قدر الله كله لك خير، قدر الله لك كله لك خير، ولكن أنت قوي اعتقادك بالله وتوجهك إلى الله وأحسن ظنك بالله، ولا يأتيك الموت حين يأتيك إلا وأنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي، إن ظنيت إن شاء الله الخير بيجيك الخير، ولا تستعجل. إذا داء أحدكم فلا يستعجل، الخير إن شاء الله يجيك، والله ما يقدر لك إن شاء الله إلا كل تقادير خير. وأحمد الله عز وجل على حالك، وإذا حصل لك أمر سوء فأحمد الله عز وجل وقول: كان ممكن أن يأتيني أكثر من ذلك، وقل: حالي أحسن من حال غيري، وقل: الحمد لله هذا ربي أصابني به، وأنا أصبر وأحتسب عند الله عز وجل. هذا معنى أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا معنى هذا النص في هذه الآية. فليس المراد بالشر نسبة الشر إلى الله، لا، المراد الشر بالنسبة للناس فيما يعتقدونه، بحسب حال الناس فيما يعتقدونه، وإلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليه. وبالنسبة للمؤمن الرسول قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير.